فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في الخوارج؟ هل هم كفار أم لا؟ والله المسألة هذه تحتاج إلى نظر تثبت. نعم فضيلة الشيخ، لكن هم على كل حال يقاتلون، على كل حال قاتلهم الصحابة، قاتلهم الخليفة الراشد، وأمر الرسول بقتالهم، لا شك أنهم يقاتلون. نعم.